السينما الأبيض وأسود دي، سينما الخمسينيات وسينما الستينيات تحديدا، كانت مرحلة من المراحل بتاعة العصر الذهبي للسينما المصرية. خمسينيات وستينيات دي خرجت مجموعة من أكبر وألمع المواهب، دي حاجة. الحاجة التانية أنه شكلت فكر ووجدان وصورة ذهنية وما إلى ذلك، سواء إذا كان على مصر الشكل، مصر الشوارع البيوت إلى آخره، أو مصر الناس. وأظن كلنا بالذات يمكن الجيل بتاعي بقى والأكبر مرتبطين جدا بسينما الأبيض وأسود، بالرغم أن احنا اتولدنا في مرحلة سينما الألوان لو صح التعبير يعني، لكن احنا مرتبطين قوي بسينما الأبيض وأسود بسبب المكان ده، بسبب التلفزيون المصري. التلفزيون المصري اللي كان دايما بيبث عبر أثيره وتردداته الأفلام بتاعت زمان. الأفلام الأبيض وأسود دي كانت دايما موجودة على القناة الأولى وعلى القناة الثانية وفي السهرات ويوم الجمعة وحاجات زي كده، وبالتالي أثرت فينا كتير وحبينا نجوم سينما الخمسينيات وسينما الستينيات حب لا أظن أن له نظير، حتى أنه فضل بعض الأسماء بتعتبر مثل. يعني مثلا يقول لك ايه ده عامل نفسه احمد رمزي لحد دلوقتي، ده عامل نفسه عمر الشريف، ده عامل نفسه رشدي اباظة، دي فاكره نفسها كريمان الله يرحمها، كريمان سليم، فنانه والنجمه الكبيره كريمان، واحده من الطف واجمل وارق نجمات السينما المصرية وتحديدا في عصرها الذهبي. كريمان فيلم سكر هانم، كريمان الحموات الفاتنات، كريمان بنات اليوم، حدث بقى ولا حرك. خليني هنا اخد معايا على التليفون كاتب والناقد الفني الكبير استاذ محمد شاوقي، اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ يوسف، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. مساء النور يا استاذ محمد. النهارده فارقت دنيانا كريمان الله يرحمها. يمكن طبعا الفنانة الكبيرة كريمان زي ما حضرتك قلت من نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، ومن ألطف وأرق وأخف دم في الفترة اللي هي فترة إظهار السينما الخمسينيات. ويمكن كريمان أنا أحب أقول يا أستاذ يوسف من خلالك إنها بدأت مبكر جدا، يعني هي كان في فرصة قبل بدأت طفلة الأول، لكن المنتجة الكبيرة آسيا رفضتها، قالت لسه صغيرة جدا ما تنفعش، فراحت لها بعد كده ولبسه لبس بقى مازموديل ولبسه لبس بنت كبيره، على اساس انها كان نفسها تكون بطله من البطلات اللي كانت مغرمه بيهم، وكان من زي فاتن حمامه وماجده وشاديه. وبالفعل وافقت اسيا على انها تكون بطله لفيلم الحموات الفاتنات، اول ظهورها على شاشه السينما، فيلم سنه 1953، والفيلم من الافلام الجميله جدا والمبهجه. اسماعيل ياسين وماري منيب وكمال الشناوي وميم شكيب، من الافلام اللي من خلالها كريمان ظهرت في وسط كوكبه كبيره من النجوم المبهجين في هذا الفيلم. وبعدها قدمت بطولات، يعني كريمان بدات بطله واسمها اتصدر الافيشات، يعني اول مره كريمان اول ما ظهرت اسمها يتكتب حتى قبل كمال الشناوي النجم الكبير فتى السينما الذهبي في ذلك الوقت. الله يرحمه. طب يمكن كريمان كمان ثابت العمل الفني او ثابت السينما في عز 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 مجد كريمان، ليه؟ هي يمكن لان كريمان كان ليها، يعني زي ما قلت لحضرتك هي بدات بطله بعد كده عملت بطولات عرايس في المزاد وشهر عسل بطل وخالي الشغل، افلام كتيره، لكن بعد كده بدات تعمل بطولات تانية لان كان ليها بعض التحفظات اللي كانت بتحب تعملها في افلامها. يمكن ده خلاها ترجع للدور الثاني من خلال افلام تمر حنة والهاربه ومراتي مدير عام وما الى ذلك. اهو مراتي مدير عام، احنا بنعرض مشهد ما بينها وما بين الله يرحمه يا رب صلاح ذو الفقار. ويمكن كمان يا استاذ يوسف لان هي كانت في الفتره دي يمكن كانت بدات ما تهتمش قوي بفنها او بالسينما اكتر، لان كانت بدات تهتم بالمسرح كمان. انا عايز اقول انها كمان مطربه، ادت كمان بصوتها اغاني جميله جدا في غايه الرقه والعذوبه، ومن الحان كبار الملحنين امثال الموسيقار الكبير محمد الموجي. واشتركت مع منير مراد في اكتر من دويتو في فيلم موعد مع ابليس مع زكي رستم ومحمود المليجي.
يعني هي كانت متعددة المواهب كمطربة وكممثلة ونجمة سينما ونجمة مسرح. وقفت على المسرح وأمام مين يا أستاذ يوسف؟ أمام عملاق عميد المسرح يوسف وهبي في أكتر من مسرحية. يعني كريمان كان ليها بريق ووهج سينمائي أو وهج فني، لها طلة جميلة جدا ومبهجة على الشاشة المصرية وعلى شاشة وعلى خشبة المسرح، لكن هي يعني فضلت الابتعاد حياتها الأسرية. وقالت قبل كده في حوار ليها نادر في قبل الاعتزال إنها هتتفرغ لحياتها الأسرية لكي تعيش حياة مستقرة. وده اللي حصل فعلا، لأنها باعتزالها الفن ما شفناش لكريمان يعني أي حوار أو أي لقاء أو أي عودة، برغم إن في نجمات كثيرات اعتزلنا الفن في فترتها ورجعوا برضو حتى بحوارات، لكن هي عزفت عن حياة الشهرة والأضواء. صحيح، يعني الله يرحمها يا رب. هي ملأت حياتنا الحقيقة فنا وبهجة، وعاشت في هدوء ورحلت عنا، ولكن نظل دائما نتذكرها، بدليل أنه يمكن كل الصحف، كل المواقع، كل القنوات تتحدث عن رحيل كريمان الله يرحمه. أنا بشكرك مرة تانية يا محمد، وأتمنى أن احنا نتقابل وتنورنا كده، لأنه يعني أنا أحب دايما أسمع منك، مش بس ناقدا فنيا وإنما أيضا مؤرخ فني صاحب وجهة نظر حتى في التاريخ الفني. أنا بشكرك مرة تانية الصديق والزميل العزيز أستاذ محمد شوقي، الناقد والمؤرخ الفني الرائع. النماذج اللي زي كريمان دايما قليلة، وخلي بالك أنا مثلا أول مرة أعرف دلوقتي من محمد أن كريمان كمان كانت بتغني. يعني أنا عارف بالتأكيد الأفلام بتاعتها تقريبا كلها، عارف المسرح كويس جدا، مسألة الغنى وحلاوة الصوت دي ما كنتش عارفها خالص، أو ما خدتش بالي منها على ما يبدو ولا إيه، لكن رحمة الله عليها. وبنتمنى طبعا أنه ربنا سبحانه وتعالى يلهم أسرتها الصبر الحقيقة والسلوان ونعزيهم. وأعتقد أن كل واحد فينا يحب أنه يتقدم بهذا العزاء شخصيا، يعني إن استطعنا وإن كان عبر الشاشات وعبر منابرنا الإعلامية.